السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في قناة فتح حسني، الاخبار نادي الزمالك اليومية. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجة حصلت جوه نادي الزمالك، وبرضه هنتكلم عن كل تصريحات امير مرتضى منصور ولاعب نادي الزمالك اللي سيغيب في مباراة المقاولين القادمة، وبرضه كل تصريحات خالد الغندور او كل برضه رسائل خالد الغندور الى المستشار مرتضى منصور. اول الاخبار معانا، وامير مرتضى منصور رسميا بينفي التعامل مع حازم فتوح وكيل لاعبي نادي الزمالك وبرضه وكيل الفرنسي كارتيرون، لانه هو بيقول ان هو مش بيعمل على مصلحة نادي الزمالك وبيعمل ضد نادي الزمالك، وبيعمل برضه مش بيعمل برضه على سياسة نادي الزمالك، بيعمل ضد سياسة نادي الزمالك. فهو رافض ان هو يتعامل معاه في اي تجديد لعيبة او اي حاجة او اي تجديد. لما هو مثلا امير مرتضى منصور حابب ان هو يجدد لاعب او اي حاجه، رافض ان هو يكون موجود، او رافض برضه ان هو يتعامل معاه في اي حاجه تخص لعبه نادي الزمالك او تخص نادي الزمالك. والخبر التالي معانا النهارده، وخالد الغندور بيوجه رساله لمرتضى منصور وبيقول ان هو بيأكد ان كلام المستشار مرتضى منصور صح جدا في اللي هو قاله في المؤتمر او الاجتماع السابق، و ما كدبوش في اي حاجه وبيقول كلامه صح جدا. وبرضه بس برضه بيضيف حاجه جديده وبيقول انه ان احنا بندعم نادي الزمالك وليس ندعم حد اخر، يعني بمعنى صح ان جمهور نادي الزمالك او اي حد بيدعم نادي الزمالك، احنا الجميع يدعم نادي الزمالك وليس يدعم اشخاص. فهو هو ده المعنى المقصود بكلام خالد الغندور. والخبر التاني معانا، ولاعب نادي الزمالك اللي سيغيب عن مباراة المقاولون القادمة هيكون أحمد سيد زيزو بعد استبعاده عن مباراة المقاولين القادمة بسبب الإصابة. والخبر التالي معانا، ونتمنى برضو الشفاء العاجل للمرة التانية، بقولها في الفيديو نتمنى طبعا الشفاء العاجل لمروان محسن لاعب نادي الأهلي السابق ولاعب نادي فيوتشر الحالي، وبرضو الشفاء العاجل للاعب نادي حارس نادي الزمالك السابق ولاعب حارس نادي فيوتشر الحالي جنش، لانهم اصابوا في مباراه انبي اللي السابقه. جنش اتصاب في اخر الدقائق في مباراه انبي، نتمنى لك الشفاء العاجل وان شاء الله بعد فترات هيرجع تاني للملاعب. وكده ما انتهت اخبارنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ياريت كل الناس تعمل شير للفيديو، اهم حاجة ان كل الناس تعمل شير للفيديو وتكمل الفيديو للاخر عشان يساعد في نشر الفيديو. وبكده تبقى انتهت الفيديو النهاردة وانتهت اخبارنا النهاردة. رقمي تحت في الديسكريبشن لو اي حد حابب انه يتواصل معايا، وبرضه في اول كومنت. شكرا.